كيماوي، الآن ملايين السوريين يواجهون خطرا آخر وهو خطر الموت جوع. برأيك يعني لماذا الحديث عن هذا الموضوع بدل من الضغط لاستئصال من تسبب في ذلك، سواء الخطر من الحرب نفسها في سوريا أو من خطر الموت جوع؟ أولا، جميع من يتابع الموضوع السوري كان يرى أن هذا الأمر مقبل بدون شك نتيجة إجراءين كان يقوم بهم النظام، إجراء قديم وإجراء حالي. الإجراء القديم هو أن النظام السوري قسم سوريا أثناء الحرب إلى قسمين، سوريا المفيدة وسوريا غير المفيدة، سوريا المنتجة للقمح والإنتاج الزراعي وسوريا التي تملك النفط. هذا هو سوريا المفيدة، وكان بصدد الاحتفاظ بهذه الأجزاء المفيدة، وسواء القيام باستثمارها أو بتولية الأطراف التي كانت تساعد، سواء الروس أو الإيرانيين أو الجوانب التي وقفت إلى جانب النظام. لكن الحسبة طلعت أو الحسبة أتت بما لم يتوقعه، حقول النفط وحقول القمح وسوريا المفيدة أصبحت في يد الأمريكان والأكراد، فجراء لهذا أصبح عنده أزمة النظام من هذه الخطوة. الخطوة الخطأ الثانية هي قانون قيصر القادم أو الذي بدأ تنفيذه. في تعامله مع قانون قيصر لم يكن مستعدا للتعامل، لم يكن متأكدا أنه سيطبق عليه، فعندما طبق جرى التضخم الهائل وانهيار الليرة السورية أمام الدولار. هذا واحد. اثنين، أن جميع من يبعث بمساعدات من المانحين يذهب للنظام نفسه، عندما يذهب للنظام نفسه هو يقوم بتغذية آلته الحربية وأفراده والطواقم التي تعمل معه، فالمساعدات تذهب للنظام نفسه أو تباع في السوق السوداء. فهذين الإجراءين هما ما سببها. إذا أنت أحسنتي فعلا بأن يجب استئصال السبب بدل استئصال الأعراض نفسها. نعم، نتمنى أن تتحسن الأوضاع في سوريا وأيضا في جميع